أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستكمل هذه الرحلة والمسيرة لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ولبني إسرائيل هنا على أرض مصر، والآن نصل إلى المواجهة الأخيرة مع فرعون. برحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بفضيلتكم. الآن ربما تكون هناك أو يكون هناك شيء من الاقتناع بأنه فرعون وقومه لم يؤمنوا ولن يؤمنوا بما أتى به سيدنا موسى، ولم يوافق على خروج بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. الآن نتجه إلى المواجهة. برأي حضرتك يعني إلى أي مدى فرعون الآن مصر على القضاء على هذه الفكرة وعلى بني إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بلغ فرعون إلى منتهاه في منع بني إسرائيل من أن يعودوا إلى البادية أو أن يعودوا إلى الأرض المقدسة أو أن يعودوا إلى فلسطين. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى بعد أن دعا ربه أن يشدد على قلوبهم وأن يطمس على أموالهم وهكذا، يعني أمره سبحانه وتعالى بأنه قد استجيبت دعوة سيدنا هارون، كان بيدعي معاه يؤمن عليه. وفي الحقيقة أن بنو إسرائيل أيضا أتعبوا موسى، حتى بنو إسرائيل كذلك، لأنه لما عرض عليهم الرحيل كثير منهم لم يوافق، وقلوبهم معلقة بمصر، ويريدون بعد ذلك سنرى كيف أن قلوبهم المتعلقة بمصر أبت حينئذ الحركة، فمتحركون بالعافية. وفي وقت الفتن والصدام وكذا إلى آخره، أمرهم ربهم أن يجعلوا بيوتهم قبلة، يعني مصلى. وده يستدل به حتى في الحالة التي نحن فيها من مقاومة الميكروب هذا الشائع كورونا وكذا إلى آخره، إنه نجعل بيوتنا قبلة، نجعل بيوتنا مساجد حتى لا يتم كنوع من أنواع الاعتزال أو العزل المجتمعي اللي بيقولوا عليه إنه هو ده يقاوم الحالة دي. يعني الأمور لها أصول بعيدة. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى أن أسر بعبادي، والسرايا تكون بالليل، يعني أنه يسري بهم في الخفاء ليلا. وكان فرعون بقى منبه المدائن كلها أنهم متغاظين من هؤلاء القوم، منهم تعبانين منهم، نعم شرذمة قليلون، يعني شرذمة قليلون إنهم لنا لغائظون، إنهم لنا لغائظون، وكل واحد ياخد حذره، وده نوع من أنواع برضو العزل الاجتماعي. كل الأشياء دي كانت بتتم من فرعون وجنود، لكن الشعب لا، الشعب مختلف، وربنا سبحانه وتعالى أورثه بعد زوال فرعون مشارق الأرض ومغاربها. مين اللي أورثه ده؟ اللي هو الجيل الثاني اللي بعد فرعون اللي تمكن في الأرض. المهم إنه نهاية الجدلية التي بين سيدنا موسى وفرعون تمثلت في الإسراء بليل، فأتبعهم فرعون وجنوده مشرقين هناك عند جهة بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر دلوقتي. يقال يا مولانا خليج السويس، موضوع خليج السويس هي اللي شهدت الأحداث وانشقاق البحر، هو الراجح هكذا. لأنه لما يكونوا في صان الحجر، ولما يكونوا في منف، ولما يكونوا في مطرهينة، الشرق بتاعها هو الخليجين والفرعين دول، خليج السويس وخليج العقبة.
فهو في هذه المسافة وأنهم جهة الشرق وأن أتبعهم مشرقين وأنهم راحوا بعد ذلك إلى طور سيناء، فإذا هو ده كان طريقهم وده كان طريق فعلا. يعني كان في ثلاث طرق في سيناء للوصول إلى مصر، فواحد منهم في الشمال عند العريش كده بجوار البحر، واحد منهم في وسط سيناء، واحد منهم من عند جنوب سيناء وراس محمد دلوقتي وشرم الشيخ وانت طالع على إيلات وبعدين العقبة وكده. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وفهمه من الأول إنهم ما يخافوش فرعون لن يستطيع اللحاق بهم. موسى خلاص صدق لأنه كريم الله، هارون صدق لأنه نبي الله، إنما كثير كثير من بني إسرائيل لم يصدقوا وخايفين، وكانت واقعة سودة لما عرفناك يا موسى وإنت يعني. طب اللي بيقوله كده هل يعني هو مؤمن حقا ولا هو متعب؟ ففي الروايات أن سيدنا موسى حتى قال في ليلة الإسراء والمعراج لسيدنا النبي أني قد خبرت الناس قبلك وقد أتعبني بنو إسرائيل. تعبوا حتى في هذا الهروب المشروع أو هذه النجاة التي أنجى الله سبحانه وتعالى وجعلها نعمة ومن عليهم، برضو تعبوا. وصلوا إلى حافة البحر وكانوا بيقولوا إنهم نحو 600,000. الرقم ده مبالغ فيه ولا هو يعني هم دلوقتي يدينهم 400 سنة ويعقوب لوحده عنده 11 ولد 11 كوكبا، فهل لو كل ولد يعني خلف وكل 20-30 سنة خلفه يجيب الرقم ده؟ رقم كبير جدا يعني، رقم كبير جدا كبير. على هو طبعا احنا عندنا فترة 400 سنة ما بين سيدنا يوسف وما بين سيدنا موسى، فلو حسبنا كده ان ال 400 سنة دول فيهم الأجيال نقسمها على 25 يبقوا 16 جيل. الملاحظ في اسم سيدنا موسى انهم 5-6 أجيال فقط، ما همش 16 جيل. فلو قلنا ان في 5 أجيال ما بين موسى وبين سيدنا يوسف ويبقى الجيل عنده 80 سنة وان كل 80 سنة بيزيدوا بمتوالية هندسية، فنقول ان اللي جم مع سيدنا يوسف فاكرين هم انهم كانوا 200 من البادية، يبقى بعد نعمل بقى 5 مرات 200 400 800 1600 3200. طيب 6400 مثلا ما هياش 600,000. يعني في فرق ضخم كبير في الحساب حتى لو خليناها على هذه المتوالية الهندسية كما يقولون. أيضا لو خليناها 16 جيل يبقى الثلاثة دول بقوا 6 بقوا 12 بقوا 24 48 96 200,000، لكن ما يجيبوش 600 وهكذا. فإذا هذه الأرقام محل نظر صحيح، لأنه ده خد أيضا جدلية كبيرة بين يعني بين المسلمين واليهود عبر التاريخ، كانوا بيجادلوا في النقطة دي كتير، وإنه
الأرقام المذكورة عند اليهود فيها تعظيم لشأنهم، وإحنا لا ننكر لا سيدنا موسى لأنه النبي بتاعنا ونحن أحق بموسى منهم، ولكن نحن ننكر المبالغة التي لها دلالات سياسية. يريدوا إن هم إحنا اللي بنينا الهرم. بنيتوا الهرم فين؟ الهرم كان موجود قبل أنتوا وتدخلوا أصلاً، واخد بال حضرتك إزاي؟ إحنا اللي مش عارف عمان علمنا المصريين الزراعة. لا يا شيخ، ده المصريين هم اللي علموكم الزراعة وعلموكم الصناعة وعلموكم كذا وكذا وكذا. وأغلب الشعب ما كانش دي دعوة بفرعون اللي هو الشخص الذي طغى. هو طغى على مين؟ هو طغى على الشعب. صحيح. ولذلك النقطة دي نقطة لابد أن نقف عندها ونحررها، لأن الذي هلك فرعون وجنود. صحيح. وليس الشعب المصري. ده الشعب المصري ورث ما بعد فرعون. نعم. كما أكرمه الله بذلك.